معنا من باريس عبد المجيد بودن، محلل سياسي وخبير في الشؤون الفرنسية. أستاذ أهلا بك. اليوم الرئيس الفرنسي يصل إلى المغرب في زيارة دولة، في البداية كيف ينظر الفرنسيون لزيارة رئيس بلادهم للمملكة؟ هذه الزيارة مهمة، والشعب الفرنسي وفرنسا والطبقة السياسية ترى أنه حان الوقت لطي صفحة الماضي ولفتح صفحة جديدة، وهذه الصفحة الجديدة هي على أساس التكامل بين البلدين، وهذا التكامل يعني أن ما بعث به الرئيس الفرنسي إلى ملك المغرب بأن يقول ويقول أن الصحراء هي مغربية، وهذا الموضوع لن يكون عائق، بالعكس سيكون هو حافز لصفحة جديدة، وهي أن تكون علاقات من الند إلى الند بين البلدين، وأن يكون هناك جسر. المغرب سيكون هو الجسر بين فرنسا وأوروبا من ناحية، وبين المغرب والقارة الإفريقية من ناحية أخرى، وهذا لأسباب، أولا أسباب سياسية، ثم أسباب تاريخية، وأسباب تقارب الشعوب وتمازج الشعوب بين الشعب المغربي والشعب الفرنسي. هناك جالية فرنسية مغربية مشتركة في فرنسا وفي المغرب، وهناك وضع اقتصادي كذلك جديد. المغرب ارتقى إلى درجة جديدة من ناحية التنمية الاقتصادية. المغرب لا يذهب إليه المستثمرين، لأن اليد العاملة. أستاذ بودن، تتحدث، أشرت إلى أن الفرنسيين يعتبرون بأن حان الوقت لفتح يعني صفحة جديدة بين البلدين، والزيارة تعتبر محطة مهمة في مسار تعزيز الشراكة التاريخية والاستثنائية بين الرباط وباريس. برأيك يعني ما هي المجالات التي ستحظى بالأولوية بالنسبة لفرنسا خلال هذه الزيارة؟ المجالات هي واضحة، هي أولا الجانب الناحية البشرية، هناك تنمية بشرية بين الطرفين. أولا مسألة التأشيرات، هذا موضوع وقع طيه وستقع تسهيلات كبيرة، لأن هو الأساس، لأن شعور التساوي وشعور المعاملة بالمثل ستكون في مسألة التأشيرات، وبالتالي وزير الداخلية هو موجود مع الرئيس الفرنسي، وستطرح هذه المسألة بشكل إيجابي، سيقع رفع كل العراقيل التي وجدت. الناحية الثانية هي هذا التسهيل في التلاقي البشري وفي التبادل البشري، سيكون بعده تعامل اقتصادي. المجالات الاقتصادية هي في دعم المغرب على تكملة إنشاء البنية التحتية التي هي أساس الاقتصاد وتساعد على الاقتصاد. فيها مسألة السكك الحديد، فيها مسألة الطرقات، فيها مسألة الطاقة الشمسية، مسألة البيئة، وكل هذه المجالات فرنسا لها إمكانيات متكاملة مع إمكانيات المغرب، وهاتين الإمكانيتين ستذهب بها المغرب ومع فرنسا إلى أفريقيا لتنمية أفريقيا، وهنا سيلعب المغرب دورا كبيرا كجسر بين القارتين، وهذا هو الهدف الأساسي بعد الهدف السياسي الذي فتح الأبواب الآن، وهذه الأبواب فتحت بشكل واسع وبشكل واعد للمستقبل. طيب، نعلم أستاذ بودن بأن قضايا الأمن وكذلك الهجرة من أبرز الملفات في العلاقات بين فرنسا والمغرب، ماذا عن هذين الملفين خلال زيارة الرئيس ماكرون للمغرب؟ مسألة الأمن هي مسألة أساسية لمصلحة الدولتين، لمصلحة المغرب ولمصلحة فرنسا، لأن المغرب وفرنسا يتشاطران ويتقاسمان نفس القيم. لا الدولتين
المنطقتين لا تريد أن تريد العيش بسلام، لا تريد إرهابا، لا تريد تطرف في العلاقات الاجتماعية والسياسية. وهذا التلاقي الذي يشاطره المجتمع في المغرب وفي فرنسا، والذي يشاطره الشعوب كذلك، وبالتالي هذه مسألة تكامل. وهناك تعاون مهم جدا بين المغرب وفرنسا لكي لا يمتد الإرهاب ولا ويستقر المجتمعات، لكي تستقر التنمية ويكون الناس يعيشون في سلام. مسألة الهجرة هي مسألة كذلك مهمة، لكن الهجرة الآن سيقع التعامل معها بشكل منظم وبشكل يسهل التبادل بين البلدين. هناك سيقع تسهيل في مسألة التأشيرات، وكذلك سيقع التعاون في هذا المجال. فرنسا تحتاج إلى يد عاملة، وكذلك ليس هناك اليد العاملة فقط، بل هناك الكوادر التقنية وغيرها من المثقفين، وسيكون هناك تعامل سلس ومرن بين الدولتين. وكذلك هناك كثير من المستثمرين يذهبون إلى المغرب ويستقرون في المغرب ويأتون بيد عاملة كذلك من فرنسا ومن أوروبا، وبالتالي سيكون هناك تجانس. هذه مسألة الهجرة ستكون ميسرة، لكن في إطار محدد يخدم مصلحة البلدين ومصلحة الشعوب كذلك. نعم، عبد المجيد بودن خبير في الشؤون الفرنسية ومحلل سياسي، شكرا لك على هذه المشاركة.